احنا كنا جايين على الحايله هون عم نحاول انه نستقصي حول ابو بكر البغدادي، كان ساكن هون. ما نعرف والله، ما نعرف. تصور يا عمي ما يحتاج والله، بس استغفر. يخافون يعني يتجنبون، يعني قلت لك يعني يتجنبون هذا الشيء. ما شايفين قبل السقوط كان قاعد هنا من ورا السقوط؟ راح انتهى موضوعه.